درست. شوف إذا كانت في القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الجزائر، ما عندكش دعوة. إذا كانت فعلا ثابت من ثوابت الجزائر وبنقرينا والطيب زيتوني ومقري يمنوا بأنها ثابت من الثوابت تاع الجزائر ويمنوا بالقانون، يعرف باللي القانون يمنع استغلال الثوابت الوطنية في الحملات الانتخابية. لا لا عليك، لا لا عليك، شفت الهدف، شفت الهدف. قانوني يعني من المنظور القانوني خلينا نقول لك. لقيت لها تقريبا. هما كانوا يقولوا انه القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الجزائر. الله عليك. إذا كان ثابت قانونيا ممنوع. مهدي بركيت البيت. البيت تماركات علاش دوك تقوى نعاود خليه ديفيلي دوكا حطها في الجول يا مهدي حطها علال خلاص قال مهدي كلش هي استغلال سياسي استغلال سياسي متاجره سياسيه تعودنا عليه في هذه الحملات وهذه احد الاسباب اللي خلات القضيه الفلسطينيه عمرها ما تتحل لانه دائما احنا ماشيين سواء في العاطفه سواء في الاستغلال السياسي.